بوسه ذاك الراس. واش الله يخليك لينا. صورت سونيلي وما يجاوبكش. شوف امل كاع وليدات كذب. بنات كيدايرين لاباس عليكم كلشي بخير مرحبا بكم في فيديو جديد القناه ديالي عاوتاني المهم من الصوره غادي تعرفوا بلي البلوغ اليوم فيه ماما وموالي للدار وشكرا لكم بزاف على التعاليق ديالكم وشكرا لكم على لي ميساج اللي كيوصلوني في البريفي وكتواسيوني فيه وكتقولوا لي راني راكي ماشي بوحدك رحنا معاك شكرا لكم بزاف وعمري ما ننسى هاد الهضره ديالكم وهاد الوقفه ديالكم والدين ديالي ما كاينينش وشكرا حتى الناس اللي كيعجبهم اللباس ديالي اللي كنلبس في الدار تاع انا راني كنرتاح بحال هكا وحتى نتوما كيعجبكم تشوفوني باللباس التقليدي المغربي القح كما كنقولوا حنا المغاربه وبنفس الوقت كنشجعوا المنتوج ديال بلادنا باش كنطلعوا للفوق حيت راه ما كاينش محسن من اللباس ديالنا واخا تلبس شنو لبستي ولكن ما كاينش محسن من الجلابه ومن الجوهره ومن اللبسه ديالنا وبلا ما نطول عليكم بزاف نخليكم مع الفلوق ديال ماما وما ينطال. السلام عليكم كي دايرين لاباس كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير اش غنقول لكم الجمعه مباركه ندخل عليكم بالصحه وبالسلامه اليوم رفقت بكري علاش لا ما نشاركش معكم اليوم واحد الفطير طلع لينا الكومير في راسنا وصافا داك البغيوش وداكشي قلت اليوم علاش ما نشاركش معكم ندير شويه الملوي ايوا نفاجئ السي الحاج ايوا وها نتوما معنا اليوم تقيلوا معايا ان شاء الله اليوم ان شاء الله الرحمن الرحيم يلا الوليده الوالدة وفقتي ايوا عطاني ربي كدا كاع الصباح وفا كنفيقت على 10 ديال اليوم زعما صبحت حاد قال لي بابا البارح كان تيتوحم من على شويه ديال الملوي ما كيطلع لي داكشي في راسي طلع لي كومير طلع لي الكومير والبريوش حلو تبارك الله عليك الوالدة راك حاد كاع فايقه بكري ويلي لا مهمتك ما حادكاش عارف اللي كاين ايوا نديرو الطحينه ودرناه ايوا هاد الغزاله ديال الملحه ديالكم الزينه وهادي دابا كتشريها في المغرب والله ما كنخدم بها كنبقى حاطه على شي حاجه تربيقه ندير كتعرفيش ليها القياس ديالها لا ولفنا ديك الملحه الغليظه ايوا دابا يضحكهم فيا يقول لي كتعجني في البانيو اليوم ما كاينش العجانه خصك تورينا الحداكه العجانه كاين لا عجانه لا قصريه لا حتى حاجه كاينه البانيوات ايوا واش غندير واحد هو يديباني راسو واحد واش غندير هادشي هادشي اللي عطا الله ايوا هادي هي الدار ديال الوليدات ياك كيكونوا يلاه بادين قبلوا عليا انا زوفري ايوا لا تزاره لا قول لي كتبقاي تما تحزمي بلان دو ترافاي ما عجنتش تبارك الله عليك الوالدة هاد الدلا كنديكور هكا ايوا هاد اليد غنديرو ليها هذا واحد انا بوحدة السيكة مش عارف هنا لا الزارة لا دوك باش نقضيو صحابنا غادي يكون هاد الحاج صحيح كون جبنا معنا هاد الزاز ولكن انا وين كنقيلو هنايا ندورو انا والحاج نتغداو في الزنقة وندخلو نطيبو العشاء ايوا كلشي مزيان الحمد لله هادشي اللي كنت نسيت بحالكم هايا الشاي ياسين هايا وجدت هايا طيبة نديرها نخليها طرحها واحد شوية وعايدين لي ندير هادي بول هاكا راه عجنت بزايد شتي كثير انا نوريك تشوف عندي نديرو ملي درنا مفاجاه درنا مفاجاه لبابا باش يفطر نديرو ليه اليوم مدبوسه كنت نقولو لها القنيطره والناس اللي كادو يقول لها انا كنت نقول لها رفيسه وكل واحد فيها شكيت يقول لها ما نعرف المهم الملوي الملوي واجد الملوي واجد غي انت شتي هاي الطرحات طرحات لينا العجينه مايلا خال بانيو ندير لك شويه ديال الزويته نكورو دابا اللي صلاح حتى كل واحد يدير داكشي اللي قتل ليها ديرهم شويه هنا شويه كبار شويه كبار غير ماشي ديال الزازا هاي دابا يا الطرخه نغطيها لواحد 5 دقائق
دقائق ولا شي حاجه صافي ونبدا نطلق في الملويات ديالي. عندي الملويات عاديين لان ما عنديش انا بحال شحال هادي حنا كنا كنديروا ثلاثه الملويات ملويه فوق ملويه كتحطي كتهزي وكتهزي تريد الناس كيقولوا له تريد داكشي كيجي غزال ثاني وهنا حنا نطيبوا في الطيفال وداكشي ما حتى كيفاش ضحك عليا بويا ايوا انا وجدت زبيده غندير دابا بحال اللي قلت لكم قبيله قلت غندير شويه ديال تريد ولا مدغوصه ولا كل واحد كيفاش كيقول ليها غندير شويه باش نفطروا غندير ليه شويه الزبده ولا ما غنديرش ليه الزبده الجينا ديالنا طلقات نطلقها ما عارفين ما كاينش هيا نطلقوها اصلا حتى في الدار كنطلق فوق البوطاجي زوين الملوي طلق فوق البوطاجي كيمشي مسرح شي بحال قصعه واللي عندها البلون دو طرافاي مزيان كتديرو فيها ونطيبو واحد الربعه ولا الخمسه نفطرو بهم باش سي الحاج باقي ناقص اي اجي يبقى يقول لك تعطلتي ايوا عاد نكملوا التريد ولا ندهي صوت هذا الناس علينا قبل هذه وحيده قبل البلاطو ها هو جوج مقاعد باش نسويو دغيا بواحد الحاجه نوض يقول لنا تعطلتي اش كديري جبت جوج مقيلات نخبز فيهم جوج مقيلات ديال الطيف راه ما كاينش ما عندش داك المقالي الغلاط ديال المغرب المقالي ديال وجده كبار ديك الثقال ديال الملوي هذا هانت با ياسين زيد شوف ها زيد طلع على المقله زيد 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 هانت هانت المليويات ها هما كيبريو ياك ياسين تبارك الله تبارك الله على مهمتي تبارك الله على مهمتي ما في نوض الصباح بقى شي بحال هكا ايوا راك عارفاني اش كندير انايا خلوطه هانت المليويه يفيق البوت بعدا نزيدو ثاني اخرين ما عندناش القصعه ما عندناش العجانه ما نعجنوش ضروري ندير ثاني هكا دابا جوج مقلات كتجي سهله مغيره على كتزرب صافي فيقاتك ريحه الملوي ولا خيقناك السي الحاج صباح الخير السي الحاج السلام عليكم كنضحك معاك يا رجال انا لا امل ملوك انا كنت عا كنضحك معاك بحال الملوي شنو وين درتيها بصح ميت راه ياسين اللي طيب هو اللي دار الملوي هو اللي عجن هو اللي دار كلشي راه زعما لا عجنتي قتلني غير بالبوميرو لي بوست والله ما عندي ناس اكبر الله عليك بوس هذاك الراس واش الله يخليك لينا الله يخليك لينا وترى هو عمارة الدار ياك بارك الله فيك الله يسترك الله يسترك امين الله يرضي عليك زوينه كاع ومازال ما شتي شنو كاين في الغداء اه والمفاجاه الغداء اه الغداء سوا فيه شي حاجه ماشي دابا تشوف نديرو لكم البصاره يوم الجمعه واقع باينه غادي ناكل كسكسو لا قلبنا الشغل اليوم درنا وي كيعجبوني في المليات اللي كنت تنفق شي هكذا شي لا تبارك الله عليك يعطيك صحتك يا الله فطره يا الله قصه فطره
كلشي موجود. حداقه قول لي تبارك الله الحداقه البراده الشايكايم يا 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 تشيدها جلسه جلسه يا الحاجه فكرني بالبليده ما شو يدينا باقي انت ما اصفر لا انا مسكين انا مصيفطيني نصور ايوا الله يلا ايوا مليون كي شايب لاوي شو 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 انا مليون يا شتي تعرف تصايبو انت ما نعرف والو انا نسيتي لا تبارك الله عليك تبارك الله عليك الله يعطيك صحتك امين وهذا بغينا نقول لك ايوا دابا غنجيو دابا نصبو فطرنا وسالينا والحمد لله ايوا نصبو شويه ديال التريد وشويه المدغوصه ولا بحال اللي كنقول دائما ها هو ما كانش عندي دجاج فروج زعما عندي غير الخويضات غنديرهم غنديرها في خيضات هكا مغسولين مصاوبين ندير واحد الريوسه الثومه ما عنديش بزاف ما بقاتليش ندير البصله كنقطعها هكا شويه غليظه باش كنبغيها انا شويه هذا المهم كل واحد على حسب كل واحد فاش كيدير انا كنبغي حتى انا عز عليا البصله والعدس كنبغيهم كاين ناس اللي ما كديرش العدس ها هو هذا مغسول خلي نشوف الماء شويه كيفاش تنفخ ندير شويه زويته بلديه ضروري زويته بلديه كنجيب معايا شويه الزيت البلديه الساعه سالات ولينا دابا كنشريو هذا الشيء بقى ما طاحش على شي ماركه زوينه ديال الزيت والملحه كالعاده ضروري باش هكذا شويه ديال الخرقوم عند الميزان كانت واحد العطريه ديالو سكنجبير نضع شوية بالحرارة شوية الكولغون ماشي بزاف اللي يبغي يديرو اللي مبغيش لا ما يديرو غندير لهم واحد الكويس ديال الماء ونردهم كنديرش ليها الماء بزاف فاش البصله كتهبط وكتذوب بعد كنزيد فيها شوية ديال المرقة ها هو المروي فرصته شرقيق اللي الى كاع مازال زيت اللي بغا يحل شي كيتجرب بقى شرقيق هذا كيجي ساهل هاكا بحال المليوية بلا كاتسهل تضيف طاني المرقة هي طابت باخ شميتي الريحة نسقيوها صحة وصحتكم دوقوا قولي واش بنينه ولا لا رانيا حققت الجنه رانيا وحققت حتى الناس اللي شافوا متبعين معنا حتى الله يحققهم الجنه ان شاء الله انا قديت بعد الجلسه باش انا غادي اليوم غنهضر مع خوتي وبناتي وحبابي ومتتبعات ديالنا انا ورانيا وبليك وعلى دوك لي كومونتير الزوينين اللي كتخليوهم لينا صراحه كيعجبني بزاف ملي كنشوف دوك لي كومونتير الزوينين والناس بطريقه كيفاش كتهضر وكتعيش معك ديك اللحظه اللي اللي كنكونوا مصورينها وداكشي واللي لاحظت وهو ان الناس فرحات بزاف ملي انا درت الفولار اولا ملي الناس اللي كتقول لي درتي الحجاب خالتي ولا هذا كنشكر هادوك الناس
وراكم تنتوما عزاز كيف ما انا عزيزه عليكم. وكيف كتقولوا الرانيا قول خاتي امال ولا ما قول امال ما تغبرش علينا وتصور معنا شويه هي في فرنسا. الحمد لله اللهم لك الحمد. الحمد لله انا كنشكركم بزاف بزاف بدوري انايا. واليوم جيت نشارك معكم بحال اللي قلت لكم نشارك معكم. كتقول لي كيفاش جاك الاحساس ملي درتي الزيف هكا درتي الفلان. شنو نقول لكم؟ هو الاحساس ما كيتوصفش راه كيف عارفين. الواحد تبقى واخده الخدمه جري جري نص الصباح 9 الصباح وانت كتقيف الخدمه وزيد عاوتاني الحياه ديال مع الولاد وهذا باغي يقرا هذا تزوج هذا واخا كبروا ما كنجلسش ديك الجلسه انايا مع راسي. سبحان الله سبحان الله العظيم ملي جا هذا الوباء والوباء شنو نقول لكم فيه الايجابي وفيه السلبي كيف ليا انا كيف بزاف الناس بزاف الناس صاوم بزاف الناس بقاو كيراجعوا مع راسهم بزاف الحوايج. من الحمد لله واللي عجبني انا كاع في هذا الشيء كاع اللي وقع لي انا وهو اولا هذا الفرار اللي درت انايا. لان شحال هذه كنت كنمي كندير الدر الفوله الزيف هكا كنحس بحال شي حد حاط لي الدهنه عليا ولكن الحمد لله ربي مني بغى اللهم لك الحمد. شغنقول لكم الحمد لله ملي لقاني هذا الوباء انايا هنا في فرنسا. تخيلوا كون انا دابا في المغرب وكنسمع هذا العدد ديال الموتى اللي كاينين هنايا 400 ها 700 ها 800 هو بوحدو هنايا كيفاش غادي نكون انايا كيفاش غنحس وهنا شغنقول لكم عندك النمره عندك النمره وحده ديالو ديال التليفون وملي كتجي تصورت صوني عليه وما يجاوبكش واخا يكون غير هو غير خارج يتقدى اولا شي حاجه كنقول هاد الود ما عرفتش نطرالو شنو هذا. الحمد لله الحمد لله اللهم لك الحمد. واخا كيبقى واخا كيبقى القلب ديالك حتى مع ولادك الاخرين اللي كتقول مي كنقول احمد بدا راه عايش مع وليداتو الحمد لله ما ناقصو حتى حاجه ورانيا حتى هي الحمد لله مع رجلها الله حتى هي والله حفظ لها عقوسها حتى هي. صراحه انا كنت في الاول فاش جيت انا كنقول بعدا رانيا غادي تكون راه دالها عقوسها البال غير شي مره تاكل عندها مره هذا مره هذا الساعه الحمد لله جا هذا الوباء ما عندنا ما نديرو الحمد لله ما نسياش مسكينه كتعيط هي قليها ولكن نكذبش عليكم الوالدين هما هادو كانوا عند هادو عند هذا كيبقى بالهم مع الاخر وكيمشي الا كانوا عند هذا كيبقى بالهم مع هذا الحمد لله. هذه هي الحمد لله هما لك الحمد الشيء اللي كاين انا ما بغيتش تبكي غير زاد شويه ديال الناس ما بغيتش تبكي ما مشي الا غادي تبكى ملي كتشوف سبحان الله العظيم شوف امل كاع وليداتك كانوا الحمد لله الحمد لله راه اي واحد فيهم غتوقع له شي حاجه خايبه ولا جات تسوء ما غاديش تغري صراحه الصراحه كنت نقول رمضان غادي نرجع ان شاء الله غادي نرجع ان شاء الله للدار وغادي نعاود نديرو ديك اللمه العائليه انا وليداتي صراحه وديك اللمه ديال العائله اللي كنديرو كل عام بصح كتجي الدار دائما عامره دائما عامره في رمضان كانت عندنا ما كتكونش خاويه ولو كيكون عندك ديك شويه كتكون شويه ديال التمارا في رمضان بصح حنا سبحان الله العظيم وهي كتحس هذا باغي هاد الحاجه هذا ما كياكلش هاد الحاجه الاخر باغي هاد الحاجه والحمد لله اللهم لك الحمد هادشي ما يقول الانسان اللهم لك الحمد. فكرتيني قبيله حيت كنسمعك تدري بحال اللي عطاتك هاد الوباء عطاك واحد الفرصه فين تفكري شويه. انا والله ما كنتكره زعما شحال هادي وانا كنفكر حتى انا كنشطون مع الخدمه مع هادي وكنتمنى غير واحد اسبوع او جوج اسابيع تكون عندي واحد الخلوه ندير خلوه مع راسي ونجلس غير بوحدي ونفكر زعما نفكر في الدنيا ونفكر في انا غادي وفين كيفاش كنت كيفاش هادي كيفاش شحال من واحد دابا كيقول بان تجاهل الوباء عاد الانسان ولا خايف من الموت خايف. انا والله ما خايف من الموت لا ماشي الموت لا محتاج كنحتاج هذه الخلوه هذه الخلوه نجلس لانه الموت وقت ما بغاها الله راه يجيبها لا كورونا ولا ولا بلاش المهم كل واحد باش يكسب له يموت. ايوا انا كنت محتاج هذيك الخلوه هذيك ودابا جاتني هذه الخلوه لان انا ما نكذبش عليك
راه كنت كنخدم تقريبا 14 ساعه في النهار، راه كانت عايشه معايا وعارفه كلشي، جايه للدار صافي خصك تاكل تنعس صافي. المهم الحمد لله، وجات هاد الحلوه هادي وبديت كنفكر فيها حتى انا بصح، وبديت كنراجع راسي وكنفكر مزيان كنرجع للور وشنو خاصو يكون قدام المستقبل، شنو هادي التعب ديالنا ما مشاش خاوي الحمد لله. المهم النتيجه كاينه الله وما كحمد، وليداتنا قريناه كل واحد راه دابا عايش حياته فهمتي، دابا شنو اللي باقي لنا نعيشو حياتنا، نعيشو حياتنا حنايا ان شاء الله، اللي باقي لنا خصنا نرتاحو فيه ان شاء الله ان شاء الله. ونزيدك واحده اخرى، فرحت لك فرحت لك فرحت لك ملي درتي الفولار مزيان شويه. المهم الحمد لله، المهم فرحت لك بزاف الحمد لله، اللهم لك الحمد لله. والله يثبتك عليه امين، هذا هو الهم والحمد لله على كل شيء ان شاء الله. وكما قلت كنشكر كاع الناس اللي شجعوك عليه، انا في الاول كنت كنقرا لك بكم وقلت لك واش اما تقدر دير الفولار، واش اما تقدر دير الفولار، انك تعرف وداك الخشوع ديال في المغاربه فاش كانوا كيوقفوا ديك الوقفه ديال 10 الليل ولا في المغرب وقفنا هنايا تنديك الوقفه، جاني داك الخشوع غطيت راسي وبقيت واقفه، من تما حسيت براسي ربي عطاني هذيك. كانوا المغاربه في المغرب كيخرجوا الاذان وكيقراوا القران وكيقراوا هذيك النشيد الوطني وداكشي، جاني داك الخشوع سبحان الله العظيم. ومن تما صافي قررت بانني غادي نديرو، الناس كتسول وانا ان شاء الله غادي نخليه باذن الله ان شاء الله. والله يثبتني عليه هادشي اللي هادشي اللي كنقول، وكنشكركم بزاف وكنتمناو والله ما نكونش ثقلنا عليكم ان شاء الله. كنشكركم تانا في الدور ان شاء الله بزاف، ملي نمشيو للمغرب وتاني ونتلاقاو تاني تما نديرو شي شيقولوا لهم ان شاء الله شنو نديرو لي بلوغ، نديرو لي بلوغ مع رانيا لي بلوغ مع رانيا ان شاء الله. ومع السلامه ان شاء الله، واش مبروكه نعطيو لكم الصحه والسلامه ورمضان عليكم تنتم مبارك. يلا تهلاو، سلامة سلامة. صراحة البنات بالنسبة لهذا الفيديو أو الفلوغ اللي داروا مالين دار اليوم وخاصة ماما، كانوا شافوني في الستوري اللي قبل باللي طالع لي الدم شي شوية وقانطة من عمرها، كاين بزاف الحوايج يقنطو، واحد قاعد في الدار الشغل بزاف ديال الحوايج، والدار خاوية أكثر دابا قاعدة في الدار ديال مالين الدار هما ما كاينينش. تخيلوا معايا كيفاش غادي يكون الشعور ديالي، قالت لي ماما والله تنصور لك بنتي فلوغ ونشاركوه في نفس الوقيته مع الناس، وفي نفس الوقيته انت تحسي بينا راه حنا معاك. وصراحه خلاو الدار خاويه كما قلت لكم وبقات بلاصتهم، سورتو دابا كنفكر باللي رمضان جاي، وانا كنت كن كل رمضان عرفتي الدار ما كتخواش، الدار هذه راه ما كتخواش في رمضان جيجيج، كنكونوا كاملين مجموعين تبارك الله. ماما مسكينه ما كتبقى واقفه من كتجي من الخدمه حتى كنحطوا الطابله، كتحاول كل واحد ترضيه بطريقه زعما شنو كيبغي ياكل، راك عارفه نتوما راه تكون عندكم نتوما خوتكم كل واحد شنو كياكل، والام مسكينه كتبقى واقفه داك العشيه كامله في الكوزينه باش كتوجد لكم داكشي اللي نتوما باغيين. صراحه شهاوري بهذيك الرفيسه جات واعره تبارك الله عليك ماما، وياسين مسكين حتى هو واقف كيصور ماما كتقول لي تعلم اش عنده ما يتعلم مسكين. شكرا لكم حيت صورتوا لي داك الفيديو، والله عاد حسيت براسي بحال وسطك بعدي كنتفرج وكنمونطي، فاش لقيتك كنقول واو سعداتك يا ياسين سعداتك املاتي عليك. بغيت من هذا الفيديو بغيت نقول لماما صراحه انا ما عمري ما هضرت مع ماما على ود الفولاغ ولا شي حاجه، ومن دارتو زعما ما جبدناش انا وياها الهضره قلت لها ماما واش درتي ولا شي حاجه، حيت كتبقى قناعه ديالها هي الوحيده اللي كتقتنع به وهي اللي خاصها ديرو. ولاحظت من الفيديو كيفاش كنهضر بلي هي مرتاحه بزاف وعاجبها الحال بلي دارت الفولاغ، وهي شي حاجه اللي زوينه عقبه لينا حنا كاملين، انا ما كرهتش انا واحد النهار وتا انا ندير الفولاغ علاش لا. كنقول لها مبروك عليك والله يتبسك عليك كما قال لها بابا، وان شاء الله مازال نجي نشوفها مباشره كيفاش دايره. والله يخليهم ليا ولا يجيبهم لي على خير، دعيو معايا دعيو معايا بلي والدي يرجعوا ليا في الدار في رمضان، واخا غير شويه في رمضان ندوزوه معاهم، والناس كاملين حتى هما اللي مفارقين عائلاتهم حتى هما الله يجيبهم على خير الله يجمعهم مع بعضياتهم. وبغيت نقول لكم مبروك عواشركم، تدخل عليكم بصحه وسلامه وراحه البال ان شاء الله، وباش ما تمنيتو وتزول علينا هذا الوباء وهذه الغمه اللي حنا فيها حنا كاملين جميع المسلمين وجميع الناس في كل انحاء العالم. وتبارك الله عليكم والله يخليكم لينا وانتم اللي كاينين وما كاين ما احسن منكم. وتلاقاو ان شاء الله بفيديوهات اخرى، ولا عجبكم هذا الفيديو ما تنساوش تخليو لينا لايك لايك، عرفتي شنو خصكم صراحه خص اليوتيوب يحط لينا واحد 3 لي لايك، واحد ليا واحد الماما
ولا واحد حطوا لي لايك باش يلا انا يعجبني الحال. المهم انا كنضحك معكم بالعكس، اللي جا من عندكم مرحبا بالعكس، نتوما هما اللي الخير ونتوما هما اللي كل شيء. تهلاو فراسكم، نتلاقاو ان شاء الله بفيديو اخرى. سلامه.